عسلامة ومرحبا بكم في قناتي. اليوم حبيت نشارككم وصفتي في تحضير مركز الطماطم. طريقة باش تعجبكم برشا، خاطر الطماطم شايحة في الشمس ومحافظة على فيتاميناتها والمعادن اللي فيها. قبل ما نشوفوا طريقة مع بعضنا، نتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس. بعد ما غسلت الطماطم مليح، قصيتها في فنين، نحيت الزريعة وفطرتها باش تشيح في ساعة. طماطم شريتها من عند فلاح حلوة وما فيهاش برشا ماء. فرشت الطماطم على ملحفة نظيفة في بلاصة فيها الشمس طول النهار، ورشيت عليها الملح الرطب. في المغرب نغطيها بموسلين. الطماطم تقعد تشيح 3 ولا 4 أيام ومن غير ما نقلبوها. بعد 3 أيام الطماطم شاحت. توا باش نغسلها باش نحي الغبرة اللي فيها وننقص شوية زيادة من الملح. خليها تتسقطر شوية في الكسيكس، وبعد باش نفرشها في اللطبقة ونزيد نحطها تشيح ساعة ولا ساعتين في الشمس. الأحسن تفرشوا منادل قبل ما تحطوا الطماطم. الطماطم توا شاحت، باش نهز نرحيها في الطاحونة، واللي عنده ماكينة تفصل القشرة والزراعة ينجم يرحي في الدار. وهذه النتيجة، طماطم رطبة وصافية. الجاج وطماطم عملي 4.5 كيلو طماطم مركزة. توا باش نعبيها في الدبابز البلار. كيف ما تشوفوا الخطا، حطيت فيه طبقتين اسويتو باش يشرب قطرات الماء اللي يتكونوا في الخطا، خاطر كان يهبطوا على الطماطم يفسدوها. الطماطم تصبر عام في الفريجيدير، وكي تطيبوا بها ما تحطوش الملح في الماكله. ما تنسوش تحطولي لايك اذا عجبتكم الفيديو.